بالجملة، أدخل عدد من طلاب مدرسة حي النزهة الرسمية في منطقة أبي سمرة في طرابلس إلى مستشفى الشفاء بعد إصابتهم بعوارض التسمم ما تزال مجهولة المصدر. حسان التلميذ بلش وجع بطن وشكي وجع راس ودوخة، أنا قلت اخدين برد جمعتهم كم واحد، بعد شوي لاحظنا الحالة عم تكتر فرحنا أخذنا احتياطات على الآخر دغري، سكرنا المي منعنا الشرب من المدرسة، قلنا لربما في حالة تسمم، وبلشنا نشوف شو اكلين شو شربين، بلشنا نكثر اسئله للتلاميذ، تبين كله نفس الحاله. شربت مي، بلش بطني يوجعني، وكل ما اشرب من المدرسه بيوجعني هون على خاطرتي على بطني شوي، ووجع راس والعيان نفس ودوخه. شربت مي ام حس هي استفلو وهون عم يوجعنا. شربنا مي من الحنفيه بطننا بس بلش يوجعنا واستفراغ وهيك. المصابون الذين فاق عددهم 40 رجح الأطباء أن يكونوا قد تسمموا نتيجة شربهم مياه غير صحية، وهو أمر حاول دحضه مدير المدرسة. لأنه عندنا مدرستنا واللي جنبها واللي جنبها عم يشرب نفس المي، والضيعة كلها عم تشرب بنفس البير اللي عم يجينا على المدرسة، فيعني بنفي نفي قاطع أنه ما يكون إلا على المي، إذا شيء غيره أكيد نحن جبنا مي والمي هيدي حنظبطها هون وحنعملها تحليل. ما في عندنا نحن اي معطيات واضحه عن نوع الالتهاب او نوع الجرثومة اللي صابت الاطفال، بس كان في عندي انا تسمم بحجم هائل، اكثر من 40 طفل نفس العوارض، وجع راس، اسهال مع استفراغ، لقينا عند بعض منهم حراره، وبنفس الوقت كليتهم ظهروا، وعم بر نحن على شيء مشترك ممكن يكون هو السبب، اخذنا عينات من كل شيء موجود بالمدرسه، اكثر شيء هي المي، وعم نعمل دخول لكل الطلاب المصابين نحن لمدة 24 ساعة لنستكمل التحاليل ونعرف شو السبب اللي أدى لهالحالة هيدا. دائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة لتبيان أسباب هذه المشكلة، وقد أوعز وزير الصحة العامة علي حسن خليل باستقبال المصابين كافة وتوفير أفضل سبل العناية الخاصة لمعالجتهم.